فبر الوالدين من أعظم القربات وأجل الطاعات، بر الوالدين مفتاح كل خير ومغلاق كل شر، بر الوالدين من أعظم أسباب دخول الجنان والنجاة من النيران، بر الوالدين سبب في بسط الرزق وطول العمر ودفع البلاء وإجابة الدعاء. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، أي أويس القرني كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بار لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى عمر أويسا فقال: استغفر لي، فاستغفر له. رواه مسلم. قال أصبغ بن زيد: إنما منع أويسا أن يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه. فانظر يا رعاك الله المنزلة التي بلغها هذا البار بأمه، حتى كان من شأنه أن يخبر عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يقول لعمر رضي الله تعالى عنه: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فهنيئا لمن عاش مدركا لوالديه أو أحدهما يريد رفعة الدرجات وإجابة الدعوات ومغفرة الزلات.